تحية لكم مشاهدينا، تحية لكل من ينضم إلى متابعتنا من برنامجكم من عمان لحلقة الليلة. كما ذكرت أولى المتابعات بإذن الله الشركة العمانية للنقل البحري، سنقف مع هذه الشركة، أهم الخدمات التي تقدمها، الأسطول البحري لهذه الشركة، أيضا أهم الإنجازات والتطور الذي حققته هذه الشركة منذ تأسيسها عام 2003. بإذن الله كل تلك التفاصيل مشاهدينا برفقة المهندس بحري إبراهيم بن بخيت النظيري المدير التنفيذي للشؤون الفنية بالشركة العمانية للنقل البحري. مساك الله بالخير المهندس إبراهيم. مساء الخير أختي العزيزة. في البداية نريد أن نعرف المشاهد الكريم بهذه الشركة، الشركة العمانية للنقل البحري. الشركة العمانية للنقل البحري شركة حكومية تأسست في 2003، وأيضا عن طريق وزارة المالية اللي تملك حوالي 80% من أسهم الشركة و20% مملوكة للشركة، شركة النفط العمانية. جميل. الشركة هذه طبعا هي كشركة أم لثلاث شركات أخرى، للشركة العمانية لإدارة السفن اللي تعنى بإدارة سفن الأسطول، وحاليا الشركة تدير مع مجموعة 40 سفينة من 52 سفينة مملوكة للشركة. وأيضا عندنا الشركة العمانية لاستئجار السفن اللي هي تعتبر الذراع التجاري للشركة الأم، وهذه معنية باستئجار السفن وبتشغيلها في السوق العالمية. عندنا أيضا الشركة العمانية للحاويات، وهذه أنشئت في عام 2008. في الشركة هذه تقوم أيضا بربط موانئ السلطنة بالموانئ العالمية الأخرى والأسواق العالمية، بحيث توفير البضائع للسوق العمانية أيضا. نعم، يعني نجد أن هناك تنوع في الخدمات تقدمونها أيضا للقطاع البحري في السلطنة. اليوم أيضا المشاهد يعني المهندس بحري يجد أن هناك نقول فرق أو تشابه بين الشركة الوطنية للعبارات وأيضا الشركة العمانية للنقل البحري، ما هو جوهر الفرق بين هاتين الشركتين؟ الشركة العمانية للنقل البحري هي شركة نقل بضائع، سواء من ناحية الغاز أو النفط أو المواد السائبة والمواد الكيماوية، ومتركز نشاط الشركة خارج السلطنة في أكثر الأحيان. نعم. بينما شركة العبارات الوطنية هذه الشركة تعنى بنقل الأفراد والمركبات أيضا. جميل. وهي شركة يتركز نشاطها معظمها في داخل السلطنة، مع في الفترة الأخيرة بدأت تعمل إلى خارج السلطنة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية. جميل. يعني هنا جوهر الفرق. صحيح. يعني هنا جوهر فرق كبير. يعني اليوم ما شاء الله الشركة العمانية للنقل البحري يعني قدمت أدوار كثيرة فيما يخص التجارة العالمية والأسواق التجارية العالمية، حدثنا عن هذا الموضوع بالذات. مثل ما سلفت، الشركة العمانية احنا نملك ما مجموعة 52 سفينة. نعم. وهذه السفن تختلف من نوع إلى آخر، بما فيها عندنا 7 ناقلات للغاز الطبيعي المسال، وعندنا سفن ناقلات النفط العملاقة اللي تقريبا حوالي 16 سفينة، وعندنا ناقلات المواد الكيماوية وناقلات المواد السائبة. نعم. وناقلات خام الحديد. فإحنا نظام الشركة أو السفن هذه يختلف من مكان إلى آخر، وأيضا الأنشطة تختلف. نعم. الشركة سفنها تعمل في مختلف دول العالم. جميل. يعني احنا حاليا في يومنا هذا سفننا تشتغل تقريبا في ما يقارب 50 دولة في العالم. جميل. وهذا طبعا في كل دولة في اكثر من ميناء، فعدد الموانئ كبير، بس كدول 50 دولة الشركة سفن الشركة تعمل فيها في الوقت الحالي. واستشف من حديثك ان هناك قيمة عالية مضافة ايضا للسلطنة من خلال هذه الشركة، حدثنا عن دوركم اليوم في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع ايضا مصادر الدخل. بالضبط. اساسا يمكن نرجع للوراء الى 2003. الهدف من انشاء الشركه هو احنا كعمان ما شاء الله كدوله وسلطنه عندنا تاريخ بحري طويل. صحيح. وعريق. فالشركه اتت اساسا فكره الشركه نعيد الامجاد، نقول بالضبط نعيد الامجاد البحريه للسلطنه. جميل. والحمد لله رب العالمين الشركه قطعت شوط كبير في هذا المجال. نعم. حاليا احنا يومنا هذا الشركه تنقل ما نسبته 45% من صادرات السلطنة للغاز الطبيعي المسال، وحوالي 80% من صادرات السلطنة للغاز البترولي المسال، وعندنا أيضا نقل الكثير من الأشياء، سواء 100% مثلا من منتجات الميثانول اللي تنقل إلى الصين أو إلى أسواق جنوب شرق آسيا أو إلى الأسواق الأوروبية، وأيضا عندنا السفن اللي هي ننقل 100% من احتياجات السلطنة من الألومنيا اللي هي تدخل في صناعة الألومنيوم، هذا سفن شركة تنقلها من أستراليا إلى السلطنة، وننقل تقريبا 100%
من احتياجات السلطنة في من خام الحديد اللي هو ينقل من البرازيل إلى صحار. جميل. يعني أيضا المهندس، يعني هناك برهان على جودة ما تقدمون من خدمات، يعني أيضا حصولكم على جوائز على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا. حدثنا عن هذه الإنجازات التي حققتها أيضا الشركة منذ تأسيسها عام 2003. الشركة طبعا في بدأت بتحقيق الكثير من الجوائز، لأن احنا نظام الشركة يعتمد على الجودة العالية. جميل. ومعايير قياسية عالمية. نعم. وطبعا الشركة عندها شهادات عالمية معترف فيها، ولها دور كبير في تنمية سواء الكادر المحلي أو النشاط الاقتصادي للسلطنة. في الفترة الأخيرة بالإضافة إلى الجوائز السابقة، أنا فقط أتكلم عن هذه السنة، احنا حصلنا على جائزتين عالميات معترف فيها جدا عالمية، اللي هي تمثل الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية. جميل. سواء من حيث إدارة السفن اللي هو عن طريق السي تريد، او حتى كشركه بحريه. عندنا جواز الحمد لله عالميه وجواز جميله جدا. وهذا ترجمه للجهود اللي تبذلها الشركه من حيث تطوير الخدمات وتطوير القطاع التجاري والصناعة البحرية في السلطنة. مهندس إبراهيم، ماذا عن الكوادر الوطنية شبابنا؟ يعني أكيد لهم فرصة كبيرة يحظونها من خلال أيضا توظيفهم في هذه الشركة. حدثنا عن هذا الجانب، الكوادر الوطنية، العمالة الوطنية، أيضا نسبة التعمين أيضا في هذه الشركة. بالضبط. الشركة من بداية تأسيسها في 2003 تنبهت للنقطة هذه، أن احنا في عمان معنا عندنا نقص كبير في الكادر العماني المؤهل. صحيح. الجانب البحري كملاحين. بالضبط. كملاحين وكمهندسين بحريين. نعم. عندنا نقص، وهذا لأن ما كانت الصناعة البحرية عندنا توقفت إلى في مرحلة من المراحل. نعم. عموما فمن 2003 الشركة بدأت بابتعاث شباب عمانيين. جميل. إلى خارج السلطنة، وبعدين لما أنشأت كلية عمان البحرية بدأنا أيضا بابتعاثهم إلى كلية عمان البحرية هنا في صحار. وحاليا عندنا على متن السفن يخدموا ما يقارب ال 86 ضابط بحري عماني مؤهلين. جميل. تأهيل كامل، وما شاء الله يعني فعلا قمة في أداء الأعمال وفي الامتياز أيضا. وعندنا ما يعادل في يومنا هذا 156 متدرب. ما شاء الله. وهذا ال 156 متدرب سواء اللي هم من المبتعثين أساسا من طلبة الشركة أو من خريجين الكلية البحرية. جميل. أيضا المواضيع الشائكة، هناك تحديات كثيرة تعترض المجال البحري في السلطنة. بكل تأكيد هناك تحديات تعترضكم كشركة، حدثنا عن أبرز التحديات تواجهونها أيضا في هذا المجال. صناعة النقل البحري هي بطبيعة الحال تحدي بحد ذاته. صحيح. لأن صناعة النقل البحري تعتمد على الأسواق، تعتمد على أسعار النفط، تعتمد على الأمور السياسية. نعم. في أشياء كثيرة، في عوامل كثيرة تأثر على صناعة النقل البحري. وإحنا في الشركة العمانية للنقل البحري لسنا بمنع عن هذه التحديات العالمية. أيضا من ناحية التحديات الداخلية معنا، مثل ما ذكرت لك في السابق، اللي هو إيجاد الكادر العماني وتأهيله بحيث أنه يقوم بمهامه على أكمل وجه في السفينة، وتحقيق نسبة عالية من التعمين. احنا في يومنا هذا لدينا نسبة تعمين 87% في المكتب والشباب العمانيين العاملين على متن السفن. نحن على يقين بأن كل هذه التحديات تتلاشى أيضا بجهودكم وإيراداتكم. نشكرك جدا على وجودك معنا، المهندس بحري إبراهيم بن بخيت النظيري، المدير التنفيذي للشؤون الفنية بالشركة العمانية للنقل البحري. شكرا على وجودك معنا. شكرا جزيلا. الله يخليك. وأنتم مشاهدين الأحبة، نتواصل معكم مع محطات أخرى أشد جمالا بعد هذا الفاصل، فتابعونا.